يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. عايزاكم تفتكروا معايا كده زمان وقت حفلات ليالي التلفزيون. حفلات ليالي التلفزيون كانت بتبقى دايما أو عادة في الصيف بتبقى يوم خميس، وكان كل الناس بتتلم حواليها. المشاهدين بيقعدوا بقى في آخر أسبوع ويتابعوها جمهور كبير في مصر والوطن العربي كله. الأجواء دي بترجع مرة تانية، بس المرة دي بشكل مبهر. هنلاقيها مع بعض بنشوفها بشكل كده كله بهجة واستمتاع بأجواء حفلات الصيف، وده من خلال القنوات المتحدة اللي بتضيع حفلات مهرجان العالمين في سهرات الخميس والجمعة، وبنشوف مع بعض أكبر نجوم الغنى في مصر والوطن العربي. امبارح مثلا كانت قنوات الحياة وسي بي سي بيذيعوا حفلة النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبد الحكيم. في نفس الوقت كانت دي ام سي بتذيع الحفلة الكبيرة جدا للنجم تامر حسني اللي غنى فيها مجموعة من اكتر الاغاني اللي ارتبط بيها الجمهور، وكمان اتفاعل معاها المشاهدين، وده شفناه على صفحات القنوات دي. كمان النهاردة بقى هنلاقي او هيتم اذاعة حفل المطرب احمد سعد على قناة ام، وطبعا احنا عارفين احمد سعد في الفترة الاخرانية عنده اغاني كتير مكسرة الدنيا وبتعجب الجمهور جدا، وعشان كده احنا شايفين ان هو له تواجد كبير جدا في الساحه الفنيه والغنائيه في الفتره الاخيره، وعشان كده هنلاقي له حفله مختلفه النهارده. اعتقد ان ده باين جدا او باين اهتمام المتحده بفكره الترفيه وعوده السهرات والحفلات الفنيه اللي موجوده على القنوات، ودي سياسه الشركه المتحده كان هدفها انها تقدمها، وهدفها انها تقدم خدمه مميزه لكل الناس ولكل مشاهدي قنواتها. اعتقد ان انا يعني مش هيبقى صعب ان انا اقول ان انا فرحانه جدا بالاجواء دي وبسهرات اخر الاسبوع والويك اند اللي الناس بتشوفها وبتستناها وبتتابعها بشغف كبير. واعتقد ان ده جزء من الحاله الترفيهيه اللي عملها مهرجان العالمين اللي ممكن نقول عليه في الفتره الاخرانيه هو الاضخم في مصر والشرق الاوسط. لكل الناس اللي صاحيه بدري جمعتكم مباركه، وبنصبح عليكم صباح الخير يا مصر.